الطياره الوهميه كانت دارتها لي مولات الشينيت وعلى فكره الشك ديالي باقي عندها ما بغاتش تعطيه ليا لقيتها قطعات لي هي الطياره فاش شفت واقيلا ديك الدجه في الفيسبوك قطعات واقيلا الطياره هي دارت لي لي سكال في تركيا ومن تركيا نمشي لفرنسا ومن فرنسا ندخل المغرب شدوني في المطار قالوا لي ما عندنا ما نديرو لك غتبقاي هنا حتى ت حتى شنو ديري لراسك ولا تشوفي شنو غديري لمحاينك عيطوا لها قالوا لها شوفي قسما بالله تمشيو للراي العام ديالكم ونشوفوا هاد السيده اللي لوحتيها تما وخليتيها كي دارت بيا الدنيا نهاري الناس كيشوفو فيا اللي دايز كيبكي معايا تركيا هي فين زدت تعانيت اكثر من المعاناه اللي انا كنت في قطر لحقاش قطر ولا دول الخليج كامله خصك تكوني اصلا لللوم ولا مولاتي باش تمشيلو التماره اللي كدوز على بنات المغرب الغربة والناس اللي كتمشي عندهم كيسيطروا عليك يعني ما كتبقايش انت كتسيطري على راسك راسك تولي مسيطرين عليه وحدين اخرين وكتولي بان انت ما, ما, عندكش حق تهضري على على راسك كاين اللي كيهضر عليك وكتخنقي واي حاجه المهم بالنسبه لنا حنايا اللي ما كنخرجوش يعني من الحمام للدار من الحمام للدار كتخرجي مع تسعود ما كتجي حتى 12 الليل هذا هو الوقت اللي حنايا كنا سنين عليه طفل في يعني وقبلنا عليه وعندك يعني نهار في الاسبوع كتجلسي داك نهار الاسبوع كتجلسي كطيبي فيه كتجمعي فيه والنهار اللي كتخلصك كتعطيك ديك البركه كيجي الشيفور تيهزك من الباب كيديك تتقداي انت وشي ربعه البنات ولا خمسه كيعاود يجيبك عاوتاني الباب ديال الدار الطياره الوهميه كانت دارتها مولات الشينيت وعلى فكره الشك ديالي باقي عندها ما بغاتش تعطيه ليا دابا ولكن ما عنديش مشكل انا عارفه السيده متقيه الله وتتخاف الله يعني ما تقدرش تقيسنا ما تقدرش تمسنا فهمتي يعني هادشي علاش ماشي ديالي كاين حتى ديال واحد السيده كنت غنديها معايا كتخدم حتى هي الخبز ملي جات كونفيرمو وداكشي مكتوب صافي وما مشاتش وبقات هي الشك ديالها عندهم أه قلت لك بالنسبه للطياره الوهميه كنت فاش بغيت نجيب حالي هي قالت لي ما يمكنلكش تمشي تكملي عامين ديالك قلت لها صافي انا نمشي معاك كنت كندخلو كنديرو هما تيقولوا لها البراكتيس كتدخلي كتبراكتيسي عندك ربعة السوايع في النار وانت في الصبال داخل ومطلق لك لافابور انا فاش دخلت لديك الصبا في ربعة السوايع باش نشد السفل ما قديتش بديت كنطيح فاش بديت كنطيح ولا كيضرني قلبي راه عندي الورق راني عندي الوراق ديال القلب وداكشي راني فاش جيت لهنا دوزت صافي فاش سدات علينا ما بقيتش كناكل بعدا نكمل لك واحد السيده كنت تلاقيتها في الطياره فاش كنت غاده مغربيه وهي تقول لها ابتسام خصك تكوني مع هاد الناس واثقه من نفسك بزاف وتكوني مطوره ما تقديش على هاد العالم اللي انت جيتي لحقاش قطر ولا دول الخليج كامله خصك تكوني اصلا لاله مولاتي باش تمشيلو هي خدامه تما هي وراجلها مسكينه تلاقيتها حامله وهي تقولي لي مسكينه خدي الرقم ديالي خدت الرقم ديالها وبقيت انا على اتصال واحد الوقت صافي قطعنا الاتصال انا ويا حتى ولدات واحد النهار وجا العيد الصغير وقلت نبارك لها العواشر وانا نصيفط لها السلام كي درتي لاباس بخير قالت لي مالك ابتسام غبرتي بقيتي كتسولي ما بقيتي قلت لها راها شنو ها شنو ها شنو ها شنو قالت لي شنو واقع قلت لها راني جالسه بالجوع راني ما كنلقى ما ناكل راني جالسه اش وقع لي واش وقع لي خوها مسكين في واحد لاباج في الفيسبوك ديال الخليجيين واحد السيده مغربيه راه سادين عليها راها شنو واحد السيد مسكين راه غيشوفني من هنا تنقول له الله يجعل ربي يسهل عليه ويخلي له وليداته والله يسهل عليها حتى هي ويخلي لها وليداتها فاش شافني مسكين في لاباج قال لك هذا الشيء ما يقبلوش عليه المغاربه علاش السادة عليكم علاش ما تعطيكش تاكلي يعني كناكلي مع الفلبينيات جا مسكين تيقلب تيقول لي عطاتو النمره ديالي تواصل معها في الفيسبوك عطاته النمره ديالي قالي لي لوكيشن ديالك انا ما مع ما معرفتش ما عرفتش نصيفط لها ديك لوكيشن قلت له ما عرفتش قال شنو ديري غادي تطلعي لفوق السور ديال الفيلا وغادي تطلي اي بلاكه جاتك قريبه غتصوريها لي وتصيفطيها لي ربما انا نعرف الموقع فين نتيا فهمتي نقدر ندير هاديك في التليفون الموقع وداكشي داكشي اللي درت صورت له البلايك كاملين اللي تما وصفتهم له عرفتي بقيت واقفه طلعت فوق واحد البيرو واحد الكرسي بديت كنطلب من من هذا من السور ديال الفيلا هما كلشي ديك الساعه مور العيد مشى يخدم حنا قدمنا اللي قدمات استقالتها غتجي بحالها الاغلبيه انا واحد جوج فيليبينيات بغينا نمشيو بحالنا هي هذيك فاش جا عندي قال اختي ابتسام هادشي راه ما عليه الناس انا غنمشي ندعيها قلت له لا ما تدعيها ما والو قلت له انا بغيت نرجع عند ولادي مشى مسكين تيهضر مع شي دراري وداكشي مور مور تسعود مع تسعود عاد كيجيو كي البنات شي الراي الا سالاو بكري تسعود كيجيو كي من الخدمه من الصالون مع تسعود بقى واقف تما جا هو والمدام ديالو وليداتو بقى واقف من مور الدار فاش شاف الناس كيدخلوا صونا ليا في التليفون قال لي اختي ابتسام خرجي انا والمدام في الباب قلت له انا ما يخليونيش نخرج حتى تجي السيده اللي مسؤوله علينا فاش جات السيده اللي مسؤوله علينا هي هذيك قلت راه واحد من العائله ها شنو خلتني نخرج المهم جابوا لي الماكله جابوا لي داكشي اللي خصني آه قال لي اختي ابتسام ما ترفديش الهم غادي نقطع لك طيارتك وترجعي عند ولادك حيت هي ما بغاتش تقطع لي الطياره هي كتقول لي شوفي شكون اللي طيارتك ورجعي بحالك للمغرب انا ما غنقطع الطياره انا جبتك ما غنردكش ما بغيتيش تكملي خدمتك غتمشي بحالك صافي هي هذيك اه بقيت هي هو هضر مع دوك الناس اللي تصحابو تما وداكشي قال اختي ابتسام انا جمعت لك واحد البركه باش ترجعي بحالك للمغرب هي هذيك داكشي اللي درت هو قال لي ما تمشيش في ديك الطياره ديال اللي دارت لك المدام لقيتها قطعات لي هي الطياره فاش شفت وقيلا ديك الدجه في الفيسبوك قطعات وقيلا الطياره فاش قطعات لي دارت لي لي سكال في تركيا ومن تركيا نمشي لفرنسا ومن فرنسا ندخل المغرب فهمتي فاش مشيت لتركيا آه لقيتها دايره لي التحاليل كان ديك الساعه تحاليل كورونا وتحاليل ديال الدم بجوج ديال النيف وديال الدم هما اللي كان طالبه المغرب ما كانوش طالبين غير ديال النيف هي كانت دايره لي النيف فجيت بحالي لتركيا قالوا لي ما يمكن لكش ت... ما يمكن تمشي لفرنسا تكون عندك ديك الاقامه وانا ما عنديش الاقامه باش غنمشي لتما شدوني في المطار قالوا لي ما عندنا ما ندير لك غتبقاي هنا حتى ت... تشوفي شنو ديري راسك ولا تشوفي شنو غديري لمحاينك انا عندي النمره ديال داك السيد وديك السيده اللي خليت في قطر مورايا عيطت لهم قلت له اخويا زهير راش وقع لي واش وقع لي واش وقع لي قال لي مسكينه اختي ابتسام ما ترفديش الهم انا غنعيط لها عيطوا لها قالوا لها شوفي قسما بالله تمشي ولا راي العام ديالكم ونشوفوا هاد السيده اللي لوحتيها تما وخليتيها وعندي فيديو أول أبغى المشاهدين يشوفوه وسط المطار وانا كنبكي راني حاصله ديك الساعه تما صافي بقيت كنبكي دارت بيا الدنيا نهاري الناس كيشوفوا فيا لي دايز كيبكي معايا لي المهم الناس كلشي بكى معايا ديك الساعه في المطار عيط لها قالت له لها تخرج غتلقى واحد المرشد سياحي في الباب ديال المطار راه بسميتها في اللائحه يديها لوطيل على ما نقطعو لها طياره اخرى وعلى ما نعود لها التحاليل قطع طيب هي هذيك كس... داني السيد اللوطيل مشيت اللوطيل جلست هي مخلصه لي اللوطيل وكلشي ما مخلصاليش الماكله مخلصة لي غير اللوطيل في غي وجبه وحده ديال الفطور من تما له الراسك راسك تا ريال تا درهم اقسم بالله هي درهم ما جبتها من جيبي ما عطاتنيش لحقاش ما تركيا هي فين زدت عانيت اكثر من المعاناه اللي انا كنت في قطر صور كيفاش مشيت صافي هذيك السيده قطعت ليا ديك الطياره نيت سونجاتها ليا ماشي قطعتها غير بحال اللي بدلاتها ليا لتاريخ اخر فاش قطعت لي الطياره لتاريخ اخر لقيت بان انا ما التحاليل فاش ما درتش التحاليل ردوني من المطار وفين غنمشي ديك الساعه قالك هي ماشي شغلها فيا ما تعاودش تسال عليا قالك لحقاش دار داكشي اللي عليها هي ماشي شغلها في هاد المواضيع اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة